اسمعي. انا خبر كنت تحب لا اللعب. لا والله صبحي بس فجر. اوكي اي والله يا اخوان، اي والله درجة الحرارة الحين بالله اصور. شوف 14 9 وين يا فاط، انا ودي اقول 9 بس خليك تبون بالله. شوف شوف لا اله الا الله 10. اله الا الله 10 درجة الحرارة. انا لله وانا اليه بيندي. يا ايش قاعد تقول يا ولد؟ اي والله اي والله انا برد برد يا اخوان، صقيع صقيع صقيع. في الاوقات هذه طول العمر والسلامه لازم تحافظ على الدايت، اقسم بايات اللي عاد الحين صار حي صار حي سارين يا اخواني، نبغى لنا عيش تدفي بطونه. اي والله اي والله هم ترى يتفاهمون على اللهجه حقتي، يعني اكد ليش كذا بس يتفاهم. خبزة ملوح والله كارثه مع الجبن. احنا دي بكره، ها بكره صبح الصبح، وانت بتروح لما جيت، وانت بتروح لما جيت لك اسبوعين بعد اسبوعين. ابو علي قلت له الشمع وبعد هواء ليه يا بزن؟ رد اسحبه عشان نضي صار يا ابو. في ذمتك انت بتوديني يمدوك كذي؟ وش اللي هناك؟ وش؟ مطاعم هنا بس وش تبغى تاخذون انتم؟ ترى الباسطه ما احبها. انا فطنت طلع بيتزا. فطبعا شو اسمه؟ عبد الله تعرف وادي الترج؟ الله من يعرف وادي الترج يا اخو؟ بل حارث. انا ما اعرف وادي الترج. شو اسمه؟ مطول سمك. لا اي شيء تبغى لك بس. لا نظرني طبني السماء ذي البرد. ليش؟ ما ادري بس كذا ما ينفع مع البرد. والله ما ادري ايش هو؟ بروتينات. السمك. يذم اللي نفسي ذي ذا الحين. اللي نفسي ذي ذا الحين وشو؟ انه حوي يا سيدي. عندي شويات ما بتغطي. طيب طيب اسمع اسمع. ودك مضغوط دجاج. ناخذ حبه مبرد. ضبط عندك؟ لا والله ما اعرف. ما اعرف بس ما ود ما لي نفس. ايه ما لي نفس ما لي ايش اسمه ما لي يعني حيل. الديوان الديوان. مقفل يا سيدي. النور كي شغل مقفل الديوان. لا دخيلك الله يهدي منا الله طازج كريس برو كل شيء ترى روح فين الطازج دي؟ روح سيدة سيدة مني؟ في مو شقتها شقتها جبتي؟ لا 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 سيدة شفتك هاي انتي؟ ايوه اتغتاب الناس يا ولد كل شيء للحب الله سطر ايش؟ كل شيء للحب الله سطر تعال كله 30 الدم ملعب ايه وين بتروح؟ دي بس خلنا نوقف تعال انا وياكم وجه الله ايش ايش؟ سامي ايش ولا ايوه؟ كيف تبغى كباب تبغى؟ بالله شو تقول الواحد اللي يذم الناس؟ والله انا شك اني يذم الناس ما في شيء. لا بس انت هو اللي متعبك ما ابغى اسوق نفسي. يقصد كان بعت الشاورما فاتح. ايوه بس لا اله الا الله يا زحمه تنفي. لا ما في زحمه مو بالخصم خاص 50% بس انا بقول البالي بال دقيقة يا مرحبا بكم والله ومسهلا والله يحييكم تحية السيد. مرحبا 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 ومسهلا.
لا بدأ ما قفل سبحان الله يا أخو أبو محمد. تخيل مرة من المرات إني على عيشة إني قمت من العيشة عشان ما أحسون بالطفش. والنعمة ما أكرمت النعمة. أكرمت النعمة بس أعطيتها واحد ثاني قالت كمل العيشة ما قدرت. كذمتك. كيوت. ما تكون الشخصية هذه أسألك ما كني من شورم والله قصدي لا جنب بيت الشورم أشياء اللعمة كذي في دمة تكون دمة أوه يا بطل مالك يا بما فيش فيه أنا حليب عساني والله في داق مظبوط كل ما تصعد خروج في كميسي سيد عام على يمين يا اخي المطعم هذا هذا قد شفته في حياتي شوفه ولا قد هاردي ولا قد ذقت منه شفته شفته ماني هاردي شوفه على الارض فين انا ما مفهوم في الواحد فين ما ادري تعدي السيارات اللي فوق هنا عرض كم؟ احفظ احفظ هنا من هوف مليون بس طبعاً عنده والله طوب حلو الماجد العرب لا يعرف الماجد وانت راح كنت موقف ما في بقى بقى جبه هذا بيوقف طيب خذوا الطلب سفري لا 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 والله ما مثل هاي لما جص حن على المفرد لا بيني رسيد رسيد بقى معي يا رجل يا رجل بقول ما دوب بيطلع السيارة صيب تطلع السيارة صيب ما بس هو يا اخي بيبي عشان نخلص مر الماجد هذا الخصم على مو اللي عند الماجد يا عبد العزيز اي بس مقفل بقضى بنجي بقلبقني على الصد هذا عنده بقلط شو ذا بيطلع يا ابو محمد يا طيب كيف الحال؟ تطلعون؟ أمان فدا يا حبيبي سعد ماني ماشي من لوك لهني ليه يا رانا؟ لا ما أمشي أنا بنوقف باستراحة إيه إيه برني بمر بقوش بس استاذ خلنا نمشي رياضة ما تقول دايت طلاقي ما مثل دموني يلا بجيك ما ها؟ بجي والله اجيك والله بس اقول له مكالمة خاصة ليش مكالمة؟ حد راقب اي خلاص مخدوم وهذا قلت معي ايوه ايوه برد قال جكيت لا لا تخبطك برد انا صدمة بس قلبي ايه؟ مش بيها خلاص بلبسني عادي عادي ما رد عليكم كلكم يا حبايبي بس خلكم معي لا ذلك؟ ها؟ ايوه بس كل واحد برد عقرني استعدي ترى بنت عايشه يلا يلا يا سلام وش حالكم؟ عسى ربي يمنك سعد علي كان فيكم الشخصية أحس إني لقيتني متزوج وعلي ورعين وواجد أحس إني بقعد زي كذا شخصيتي المعتادة زي كذا وأحس إني بركب وأنا متزوج نظارة أقسم بالله المدح في مكانه
تسلم تسلم الله يلعن شكلك تسلم. الزبدة اخواني علومكم اخباركم. الزبدة انا بعلمكم موضوع شو اسمه المسابقة. صدق حتى ابوي دق علي هواني انا فرح في 30,000 دي فرح بها ما خلى لا جروب ولا خلى واتساب ولا خلى عربي ولا حتى الجيران. في واحد من الجيران متخانق معه ارسل له بعد وصوت خلي زعل على جنب ما خلى عربي. الزبده طول عمره السلامه. المسابقه انا حسبتها انها ايش انها جمهور. ايوه انا حسبتها جمهور فقط. الزبده بعد ما اكتشفت اثر فيها زي ما تقولون مراحل كثيره وفيها بعد تقييم لجنه. ايوه نعم نعم. فعشان كذا قلت اخي ما 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 ما, ما يحتاج. ما لو انها جمهور كان زبطنا الموقف حن وياكم. ايوه فيها في اثر فيها لجنه تحكيم وفيها تقييم ومدري كيف. نعم لا والله عسى ربي يوفقهم ان شاء الله وييسر امورهم. والله يا ربي يا كريم ان توفق ال 30,000 الواحد محتاجها ولا واحد يستاهلها. كلهم عز الله مستاهلون. ما ادري ما ادري والله ما اعلم. حتى تنسى شعر المليون لا رب. ايوه انا ما ادري كيف يقولون كذا على حسب وجهك يسعد علي تفوز معنا. وكان جات على الوجه في ذمتي ذمة. انا اخذ المركز الاول وانا اضحك انا اضحك حتى يمكن يمكن من 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 قوة القدحة اني ادخل يا طول عمر السلام بدون ما تكشخ بدون كذا. خلها بدون ذمة هسه يلا قول لا اله الله يعني في ذمتكم. شوف شو انا عندي احساس غير ما ودي اصدم عمري. انا ما ودي اصدم عمري لكن عندي احساس وافكر فيه انكم يا طول عمر السلامة ان جميع العالم والعرب احسهم بالحياة هذه يسلكوا لي يسلكوا لي. احس ان العالم كلها لو يختفي التسليك هذا احس اني بموت من كثر الحزن. ايوه نعم احس. ترى التسليك هذا يعتبر نعمة يا اخوان نعمة حلوة. التسليك ذي كيف لو اني ما سلك لفلان ولا فلان ولا زبطك تزبيط. واو 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 لكن سلك هذا فنان 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 الله يهبها في وجهك فنان. مشي الامور سيد توك تزيد صار من زمان سلك لك. هو ترى القبول شوفوا القبول ذا يا طول عمر صام ترى حلو هو من الله سبحانه وتعالى كل شيء في القبول هذا انتم معي. ولكن ولكن ترى في بعض المرات ترى ينتزع القبول من الشخص. انا اخوي اخوي هو اخوي من الحمي والدم في ذمتي ذمه بعض الايام في ذمتي اني ازبد اقول انت ما في قبول ما في قبول انت كذي سوح سوح ما فيك ذره ملح ادرج عني كذا. بنت خوي صغيرة يجيني مرته شفكتن عليها شفكتن عليها ودي اشتريها الارض دي كلها اشتري اي شيء تبغى اشتريها. وبعض المرات طلاق يا شباب نتصدق. ايوه فترى القبول يروح ويجي ما توقعنا فيه يعني شو اسمه شيء شخص ثابت لا لا عذر يروح ويجي. متى بتروح جدة؟ جدة بس باقي شوية للموتر حاجة بسيطة وبإذن الله نهسها بإذن الله.
والله اني شافك احس اني ابطلت المره هذه صح، هذه اطول سفره اطولها يعني. شافك ادعشك نبدا ضرسك هذا تحسبوني قصدي اني بقفل وكذا؟ لا 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 بتقعدون معي، تقعدون معي حبان انت. تعال تعال حبني انت. لا لا جايك حبيبي الدور الثاني، الدور الثاني يلا جايك. ايوه ايوه دحت دورت لكم دورت لكم ما لقيتكم. ايوه يعني جاي يلا يلا. تدرون ذا اليوم من يا اخواني سلمني الله سبحانه وتعالى نسيت اعلمكم كيف فات العلم ذا. ذا اليوم سلمني الله سبحانه لا اله الا الله يا الربع، اقسم بالله اقسم بالله اني بغيت انقلب يا اخواني وبغيت اموت. ايوه موت، يا موت يا تقعد في العربيه يا سعد علي يكلك بدر علي. الله يكفينا الله يكفينا احنا وياكم ماشي كذا بالموت. انتوا معي في الليل اضر الممشى في البر في الليل مو كويس الا الله يجي لكم الا اضر فيه عقم قص. يوم قبلت كذا فطالع للغدروة تحت ظلماء ظلماء تحت ما اشوف شيء ما اشوف على مدى شيء ما اشوف شيء. فامسك الفرامك فامسك الفرامل يا اخواني. يوم مسكت الفرامل وطالع خلاص الموت كذا خلاص بيطيح. لا اله الا الله سبحانه سلمنا سبحانه يا ربي سبحانه. صلاة الفجر المسجد هذه ترى حلوة في امانة الله. صلي الفجر ايوه ايوه الحمد لله وقدر معوذاتك حصل عمرك. سعيد ليش هين؟ أسألك بالبطاطس. أيوة يا إخواني الحمد لله. يا ولد أنت غشي يا ولد استحى على وجهك. بس غرفة مقفلة. بردكش انت باب. فين ابعد بردكش؟ ها؟ عوائل. اخر العزوبية. حبيبي اسكوز مي اسكوز مي ايه سي ليش ليش اعلمكم دحين يا اخوان ايش طلبوا الشباب. اطلبوا واحد عربي دجاج شاورما طبعا صح. انا قاعد بالعرض صوت من واحد عربي دجاج. واطلبوا مسحب دجاج مشاوي. واطلبوا عرايس دجاج صح عرايس كيف خط كيف خط خط البرجر هو الخط حق البرجر. عرايس دجاج. واطلبوا علبة بيبسي ثلاثة. ليه كل هذه؟ ليه ما جبتها؟
ايوه نبعد من النشويات عشان المتر. حضر الشباب عبد العزيز. والله الله يا اخوان لا روحه ولا جيه بس تنسيب يا العم رهاب اجتماعي. اي والله ما يحبون ظهور اجتماع ترى فينا في ناس سحاويه سحاويه بخلنا ريجي الحق احنا رجال ما عليك زور ما عليك زور مرحبا قبل عاطفي طيبي ونعم ونعم مرحبا الله يعافيك مرحبا بكم اسهل يلا حي مرحبا بكم اي خدمه وترك الله يا اخي المفروض اني في الاماكن العامه اني يا اخي كل ستاير تعقب وتخسر خمنه وجهي بادي من الغرب ولا من الجنوب. اي نعم نعم اخواني الشهره الشهره معتبه تقبل الزور كني نعم نعم طيب ادق على ربي كيف؟ ايوه معتبه ما قلت معتبه قلت متعب انت يا بشتي والله وصلت يمكن حول اربعه ولها يمكن ثلاث ايام ما جاء الحل اروح لها يا اخوان يوم شفت الموقع الموقع ساعه وعليها من لبن الى الشرق ساعه وعليها كارثه ضبط شو ترى تصور ايش ايش لبيك على وجهي ابشر الله يبقيك على خشمي ابشر بس قلنا متعلم انا وياك جعلك ما ترى باص ايوه ايوه يا اخوان يجيبونه يا سيد يجيبونه هيبتن يا اخوان عشان بالله لكم هيبة لا إله الله يا أخواني والله أنا في واحد أنا أقف رب الكعبة قفتها ورب المصحف
انه يشيل خويه بكير يشت عليهم بكير وقاطع بعيني شفته يحسبني مجنون ورب الكعب المشكله هم ثلاثه ولا اقدر اقبوا هذا الحين الشباب انزلوا تكفى يا عبد العزيز انتو سيد انتو تشوفون البث فيه هدر تزيد بصول عقلكم عدر علموا عشان قبها تكفوا تكوت أيوة لا الله يسترني الله يسترني يا ربي الله يسترني الله يسترني تخيلوا الله يكفينا يا ربي أنا أقول بس تخيلوا خيار إنه يجي هدف أنتوا معي وإنه يطيح الجوال أنتوا معي إنبيه ثبت كذا على وجهي أما أطيح في واحدة متعاطي يميل الطمني إلى الطمني إلى الطمني إلى الطمني يسلكني يسلكني خبط 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 دينا بكري عزيز لا إله إلا الله تراكم في وجه الله بذمتكم ذمة أسألكم بالله أنتم تسمعوني ذا الحين إن إذا جاء زي الموقف هذا يا إخوان أنت تسوون بلاغ في البث ولا تسوون أي حاجة عشان نحضر شو اسمه أخوان ورب الكعبة لا اشتكيك أنت وياه ورب الكعبة أنا أعلم المحامة جانا محتوى محتوى أنا تطلع هارد هذا من محتوى ما خص الجو يقول مقابلة الجيش ولا مقابلة شو اسمه مقابلة ولا مقابلة شو اسمه مقابلة مقابلة الجيش مقابلة الجيش ولا مقابلة العيش لا زي كذا شو اسم المثل ذاك مقابلة العيش ولا مقابلة الجيش صح مقابل الجيش ولا مقابل العيش ايوه ايوه يا سلام بدا انا عندي احساس الشباب لو كانوا كلهم تحت ولا علموني شلون والله مرت من الشباب اللي قبل شوي قلت لهم طلعوا كذا ما شاء الله يا بيت الشوير ما يقوم وش الله ولا لو سمحت ايش حاصل تبغى انت ساعدكم لا تساعد اي حق حقنا بجي لو ايش لنا خلا خلا قال خلا امسك بشدي طيب امسك انا بشدي رد اعطيني اعطيني نبغى نشد هذا لا لا ما امشي وي خلاص تشن خلاص اصور لهم ايش قبل اصور لهم لا لا فوق 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 انا يا روبرت امشي انت بجيبه هو اي اجيبه اجيبه يلا لا تجيني من البروس
لا لا بقولوا ما شاء الله. لا تفضل. المهم ما يقفلون. شوفوا شوفوا كيف. شوفوا التبذير في الناس يا اخي، استحلى وجهك، خليهم يرفضوا لي. عشانك ما تبعت فيها فلوسك راح تحتار نفسك شو؟ عشان ما تبعت فيها فلوسك، اتق الله في نفسك. لا لا تصرف في الماء. لو كنت على نهر جاري، عيب. تروحون يلا على طول. طبعا العيشه يا اخواني زي ما شايفين، طبعا هذا اكلنا. شوف كيف طرف هنا في طبق بعد. شوف شوف او شو يقولوا ما شاء الله، مع اني والله ما احب تصوير شيء جد. سم اذا رجال الله كلكم. شوف شوف شو يمكن يرجع. أنا كل شيء للتهديد، كل شيء للتهديد، أنا مالي إني أعرف. جو جو. أنت بتفقد العيش. بتفقد العيش. شوف شوف العيش. شوف 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 كل شوف 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 من امك كل انت رجال كل يعني طفي كل ياكل من ما يلي دقيقه وجهكم يا ابو علي وجبة تعاون ايش خضار ايش كليت منها حبة خضراح على خشمة صديق بيبسي دايت يمثل بيبسي عطني بيبسي دايت يا سيدي نفسي بيبسي دايت كلوك اي واحد شرجي بيبسي دايت محمد جيب واحد عمره اياه دايت كله دايت جيب كله دايت يلا نجرب دايت ها؟ اخوان لا ماما الله يقبض ويسر امورك والله يا هذا البيت اقسم بايات الله ان مالي حتى ما علمتك اني ما راح اطول فيه بس جيت باخذ معكم سالفه سالفتين اي والله اي والله اي والله باذن الله اني لعوكم والله على خشمي والله على خشمي ابشر انا علمتكم قلت 10 دقائق بس الحين كم 40 دقيقه
عشان قروشوني. لا والله افتح بيت يا لا روح على خشم. على خشم. يا عندي خلنا نقفل. أنا تو بفتح البدل الأكل عشان الشباب ياخذ راحتهم، لكن فانا ملعون كان قفلت الحين. مرحبا بكم ومسهلا والله يحييكم والله مرحبا لي. تعال ايش اسمي؟ عين الحافر عين فراش. عين الحافر عين ايش اسمه؟ فراش. ترى ذي حراق قلت بلد. حلو حلو حراق بيض الله وجهك. والله اي والله اني اكل حراق عشان يفدع بشرني صادق. صادق اي والله بيض الله وجهك. رايك واحد ودي 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 الله يرحم والديك وانا ما نبغى الكلام دي كلها ايه ايه امه ما نسلم علينا فضل. يا مرحبا يا مرحبا أبو علي. سلام. قصال. أيوة إخواني بحط كاتم جاني بدأ خمس دقائق عشان أخلص سريع جدي جدي. تسمعوني أوه.
دوش العولم يا ود مخسرهم. يود عالم وناس وهنود وعالم فلبينيين روسيين خوارج امريكيين كلهم سيتهم في باص. الله يصلح الله يصلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. مفروض والله رئيس نادي الشباب انه ياخذ السياره حقتي هذه. ابو علي طيح البروست. استغفر الله استغفر الله ما شاء الله ما والله مفروض انه ياخذ موتري. خلى كذا السال لا في ذمتي. ابو قميد اساعدك يا حبيبي عشان القط البروست. اللهم لك الحمد. سياس كان فيها استح لو وجهك او شيء. والله والله اللهم لك الحمد وتحمد العافيه كل شيء للامور هذه. ما 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 طقطق فيها يا اخي. لا طقطق في الامور هذه يا اخي. والله ايش فيهم ولا يبتلينا. عيب عليك يا اخي. عجب. انا مستعد احلف ان عمرك ممكن فوق خلاص قلت كناضج رجل عاقل بالغ كل حاجه. البارز مو بالله اسمه البرص. صح؟ ايوه طيب عيب عليك يا اخي. الله 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 يخطرك ذمك. استغفر قم 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 وط قم وط واستغفر استغفر قول استغفر الله. قوله قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر وروح قم وط وخذ ركعتي. ربي يتوب عليك من الشيء اللي قلته هذا. ايوه ادري انا تقصد السياره لكن ايش اسمه يا اخي. بس المرض يا اخي في ناس اخي بتشوفهم منها يا اخي وانت لا تعيد. صادق ايوه نبدا ايش اسمه ريموس لايف فوكس فنانه.
ماني بغيت اجيب المعمية حقت الاولى. هزرك ابو حمدان انه يا اخي فين ايش اسمه صوت خالد. خلو بالله يرسل بالله كلمه خليه يرسل. اصبر ايوه واحد اي واحد سوق بدي ورانا يا والله ادري ما بخلص ليه يا اخي واحد يا اخي يطقطق قال ايش اسمه يا رجال سيارتك انها بهاك عرفت مرض البهاك ما يجوز عادي تقفل يا اخي ما علي من دي يا اخي بس الناس بس كنا حرام ما بها كذي يا اخي مرض يا اخي طيب سويت كنت وصيت كنت استغفر الله يجزاك ها برا ولا هنا هني يا رجال صح طب ربط حزام ما في كيف ما في مزكي حق وحقيقي مزكي في الظهر اوه في ذمتي معنا علي الطلاق يا اخواني ما عاد صرت الزم العلم ابو علي طلاق يا اخواني سدي بعيد واني رجل التكانه لكن صرت الاوائل الاخيره ما عاد الزم العلم ايه حتى ورني لحظ ها ورني لحظ ايوه ارجكم وكلكم ما عاد الزم العلم يا اخواني يضيق من لساني ما يشمانه ضيق ما امسكت علم والله انا يضيق من لساني انا اعلم به ادور اقرب واحد وي بالله نزلوا دي من كتمت دف الواحد احمر شباب ولا جولد لا على خشم انه مو بنت يا سيد صاحب عزيز كيف؟ ايه اخو محمد لا خليف محمد سيد انا في بدك تهب لي دماغ كوبانوفا ولا؟ لا حبيب ايه اتصر انت بقى نهو لا شاهي تبقى شاهي معي شاهي معي عبد الزامة تنقل بطل الدخان بطل الدخان لا الدخان والله لعلم امي هاي يا عبد العزيز عيف ليش ولد ذي اللي في ذكر ذي وش يا أخي؟ بعدي ما لا لا أمزح سام ما في نوبة تبغانها؟ تصابه سام شي يكون برا ثلاجة ولا ناخذ من برا ثلاجة قدام هني كلها ثلاجة خلاص خموم قدام لا تكرر أقزر تعلم امك عبد العزيز يقربك عبد العزيز يقرب لي ولد خالتي اسال الله في حق هذه الساعه
جامعتنا بحق هذا اليوم، من الله يرحم والد عبد العزيز اللي خالتي، نفداكم انت الحقونها بدعوتي في ظهر الغيب، اسال الله بحق هذا اليوم ان الله يرحمها برحمته وان الله يسكنها في زح جناته يا رب يا كن. اللهم امين اللهم امين. حقت ايش حقت ذي البهار؟ اللهم امين الله يوفقك. والدين محل الورقه ولا وش هو؟ والله والله ساعه تقول فيني قصيده. ايه ابشر يكون دي. ايه يلي غرك الشوق حقت ضيدان يا خوشيه. ايه يلي ايه يلي غرك الشوق وهجرك الحنين. هجرك الحنين يا سلام فيك من وصف ال من غيوم بسيس عشان اخو المزكلي اتتابع لي انا في قصيده بقول لكم اياها. اصبر صور وما نفدكم تخليني اقولها. اصبر انا بقصيده قلتها. شوف شوف بس اسمعوها ويحكم يسع قول. طب شوف 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 يقول من عطاني قدري اعطيته احترام يا سلام ومن تجاهلني تجاهلته وطفته من يدور قربي اعطيته اهتمامي ومن يقفي عني اهملته وعفته والمكان اللي ينزل من مقام تنكسر رجلي اللي اجيته وحفته. سلامتكم جميع سلام سلام عليك يا ابو علي. هذه ابن جدلان الله يرحمه حق هذا اليوم. اي والله تبون واحده ثانيه نبغى الميوزك يا ابو علي. أتني أنا بضبط والآدمي ما يستريح إلا يعيش بواقعيته. عقب يا جيف عقب يا جيف كسرت البيت عقب أظن بكسر لحيك. عليت يا سعد عليت عليت دقيقة. والآدمي ما يستريح إلا يعيش بواقعية. لا رضيت بواقعيك صح كل عنك راضي أما أنا حقي على الطيب ولا حق علي نحوهم لا حط أيدي ولا حط اعتراضي ساجد لله خضوع ورافع الله يديه والسماء مدراي والدنيا مناكبها عراضي. سلامتكم سلام. واحدة ثانية ميوزيكلي على خشمي. طبعا عبد العزيز نبغى الميوزيكلي اللي تقوله. شرف الوادي ها. ودي ودي البيت ودي البيت ايوه بيت محمد ولا الشقه ولا اشتغل بالوادي. ارحب يا حايل مرحبا بكم مسألة يا حبيبي. بالله عبد العزيز اضربنا نفس اللي نفس شغلته مغرب. ليه يا ابو دقمود دقمود كيف ادق دقمود من الدركسون. واحده ثانيه واحده بس ارفع قزاز دي هنا. لا داك برا شوي خلي شوي عشان الصوت هذا صوت. يا اخواني برد اذا مت انا برد تبا خلاص بدنا ايوه ليه طلعت بعيدوا بعيدوا من طريقنا بعيدوا من طريقنا جنة الحب حقنا جنة الحب
وهوانا وشوقنا وهوانا بعد الله يسامح ذنبي عليك أثر دخلنا اليوم جمعة ذنبا إيه والله ذنبا ها ذنبا سيارتك جوالك كله طفو 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 ما أقف حق وما أقف حق يسلم فريق اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخي بس قبل قصه قبل ثلاث ايام حصل لي موقف كنت فيه في انت حساف عازميني وكيشن وانا والمالك وهو صديقي ونمشي التي واحد ما ادري طلع يعني عطاني مايك وصور وقال نايف وش عطرك المفضل من حساف انا موقع مع المنافس انا بعد اخون وانا بعد اخون انا ما ادري وش اسمه عطر حساف يخلص خلاص اخذ واصل يعني بغيت أقول عطر الشموخ أنزل كده اسم يعني كنيديا فجاوبت أغبى جواب ممكن يمر عليك يعني جاوبت الجواب ويحب العطر من عساف أنا عاملهم كأنهم عيالي ما أقدر أميز أحد على الثاني إيه والله وفر الآن 25% على عروض أي هيرب في الجمعة الخضراء سعد أم الستاند كده حسبي الله عليك أمي لا راح معي ورعانا في درجة كذي ولا ترسلها للخادم جمحة عشان تخبرها أنت تقول لا تدور عالي اللي مشوني أنت تدفع على خادم جمحة كذي تخبرها في عمره وهي في بيشة ما ودي اطلع كذا عشان ما اعرف اقوم بعيد بس
لا لا نقص 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 يا اهل الرياض اللي انتم في الرياض جسمه المترو يشتغل عند جسمه مو المترو يشتغل عندك المترو يشتغل في الرياض من يقدر ركب فيه ركب المترو طف طف النور طف النور عبد العزيز عبد العزيز طف النور اوف 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 يسار ايوه لا 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 اشتغل اربع في احد ركب فيه شيء من المترو ايوه جني كم ركبتوا كم الدراهم وبين وداك وبين جاب وين ناس ودوا كم ركبتي ركب ايش اسمه ركبت فيه كم سعد أربع ريال هلو هلو سينما نكس 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 بتكون مركب فيه ها؟ مركب فيه بأربع ريال لا بالريال كامل تركب فيه يمشيك في وين تبغى؟ أبغى أروح النادي بعدين خلص النهار ها مشي خلنا نركب مشينا ما والله الشباب إنها وناس أحس إنها مبسط يقولنا شو اسمه معلق مو معلق وما يفتح ليوم الأحد يقول كده ما يفتح ولازم تحجز تكبر بس تحجز يوم الأحد ما شاء الله ما شاء الله صبر كنت بزال صف قاعدين يا حاج ما نسوى اي عبد العزيز صاف الله استغفر الله انك تبخش بالغلط بعد شو تعرف الهي بويه صدى بويته والله شد 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 يا ابو محمد شد لا 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 الا السرعه يا ابو محمد انا اوصي اخواني واوصي خواتي مين على المخرج اغبياء لا اغبياء اغبياء ليش السالفه جرب بيعجبك وش اللي بيعجبني ها وش يا حبيبي امك تسوق لا والله امي ما بتسوق امي يا خوس في البيت ما انت عارف تسوق ولا ودها تسوق طو بس عطني علم امك انت امك تسوق ما دامك سالتني وكذا هلا هلا يا محمد اليابسي مرحبا بك يا حبيبي يا افضل خوابه باذن الله انك تفتح وبترجع في المحلات راجع بقوه باذن الله هذول الحسده هذول الحسده يا محمد اليابسي لا تقلق يا صديقي ربي يوفقك ممكن اخيره نعم نعم هذا واحد مطيري خواضه حط حق تمطر عرفته التمر اللي يحط فيه خواضه عرفته غريب عبد العزيز تاكل بجده ما ترى خواضه ايش تبغى انت لو بعد هذا هذا تكوني من هو؟ شوف
يا ود انا ودي ايش اسمه شباب تروح اجيب الشاي حقي هني والله ودي اجيبها رياض يا اخوي لكن اني يا اخي هذول من ايش اسمه المدينه جا فيها كثره ناس احس بيجي فيها مشاكل ما ادري ليه والله بعدين عبد الحسن يزبط لكم يا اخواني تزبيط شباتي كارده اقسم اخ محمد يزبط لكم شباتي كارده صح يا معانق الروح يا معانق الروح فيني خاف ربك لفت قلبي نار من زين يا جميل قامي يطول حالي طاوي الله مكبر يا جميل قامي يطول حالي طاوي والله مكبدي على شوفك غلي الله أهضوني ولا في ديك حيل سجليني في علام حبك بي وي أنا مجنونك بقب مجنون ليلة أنا مجنونك بقب مجنون ليلة من عشاك شاروكي ولا ما يداوي والتغيز في بعض لاش يغضيلة والتقايد في بعض الأشياء فضيلة لحالي ويا برياه باري من ذم الغرمانة نريد نرجع لنا طرف الليل والمجنون ساري والله شوف الرياض اخواني ورب الكعبه الساعه 4:13 دقيقه شوف الزحمه شوف العالم والناس احنا مش غدير ذا صح هذا الغدير ها سعيد وش ذا وشو امانه وشو هذا ترك الاول اخواني هنا ترك الاول طيب وين ترك الثاني؟ لا أمزح شوفوا الضباط شوفوا يا مرة كذا شوفوا العالم والناس هي والمدينة لا تنام الرياض لا فرت الرياض تعرفون ميني في التخصص هي هذه ولا شيء بس وقت خداع شفت مدخلي ولا شفت مخراجي سجي ولا انبسط ساعة سجي قلبي من وراتي اقبل اضلاعي نقص عبد العزيز نقص خليني بقفل لا اله الا الله اظنكم تكرمون متابعيني اللي يكرم متابعيني ترى ما اروح معه لا اله الا الله العالم والله عالم وناس طهبلة الزبدة فينا وفيكم شوفت الله الله يحفظكم ويسر أمرك وأنا والله أني ما أدري كيف جيت من تركي الأول إحنا كنا ناويين نروح شق بس أني بأفصل عليهم وأودون شق ما أدري كيف صحيت لا أحب تركي الأول والله والله الله يطول عماركم ويسعدنا ويسعدكم ويحفظنا ويحفظكم لا نقول لكم وداع لكن نلقاكم إن شاء الله في أقرب وقت ممكن والله أني أحبكم ويسعدكم ويحفظكم بحفظه يا حبايب انتبهوا لأعماركم ترى دائما أوصي كنا مرعى اللو وأنا مرعى اللو انتبهوا لأنفسكم وصلوا على النبي والله الله بالصلاح ويوم الجمعة صلوا على النبي صلوا على النبي
وش ها؟ الله الله بالأذكار. أيوه أيوه أقرأ سورة الكهف. وش اسمه؟ صلوا عني بالله يحفظكم. فينا فيكم شوفت الله كلمة طيبة. مرحبا وما سهلا. حياك الله. هو إياه هو إياه لا تبرق. قول كذا يمين شوية. لا. وري صفحتك. ما في زمان. اللي صفحتك ووك ووك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ماجور يا عود الله يجي لك من العذور ايش حالك طعمه الله يطول عمرك كيف حالك والله بخير يلا حي ابو علي مبارك والله بخير جاك بخير بالله خطفت النور يا اخي عشان العالم ما يشتغل عليه كذا يا اخي بيضايقوني يا اخي يا ابو علي الحين نبغى العالم يعاين المشاهدين كذا صدام ابيض وايش حالك يا شيخ والله بخير ايش حالك طعمه امورك انا والله اني قدني بقفلت مع لك ودك بجوله الطم وجهك واطلع والله انا ما بحسن منها صامل ها ايوه ايوه شاهي سكر وسط خلاص ها ايوه لا ثلاثه شاهي سكر وسط واثنين سكر مضبوط انا حبل حبل عندي طبعا سكر وما يدفع لنا مخلوط علي الطماط ما يدفع لنا يا رب تخرج نفداك وعلي الطماط والله ما والله ما والله ما عليكم السلام حيا الله يا رجينا كيف حالك علي رمك رحمة طول على طول الرياض كله ورع فين رايح فيه؟ تراب والله طال عمرك رايح الجدة رايح الجدة قلنا بنعين سعد الشيري بنعين الشباب فاتر تعب خلاص تعقب وتخسع بابي مفتوح للمطاليق يتسكر تضي منهولة ما عليك زود ولا نبي حرا كلمة كفو منك أنا إيه ما نميدك إيه من أنت؟ ماد واحد هنا ايوه ماني بصوبك يعني ماني بكفو انا والله مراجلك يا ابو علي ما مراجلي متعديت مراجلك ارخمه تعرفني يعني زين وعارفك زين جعل لي العافيه ايه ولا انت اعطني علومك اعطني علومك والله علومي عفاك في تركي الاول متمشي في الرياض لا روحه ولا جي انت معي سلام انبك علينا ذا البرد درجة الحرارة توصل ابو محمد 8 اي والله اي والله وعفاك عفيت ها غيرها بيعه شريه روحه جيه عندي يا طول عمره سلامه والله البيعات واجد عندي موترن نصها اسود ونصها ابيض ان بغيتها اسود جاك اسود وان بغيتها ابيض جاك ابيض ما شاء الله سبحان موترن فنان فنان جيد جيد مالك ثاني اثنين حبك سكر مضبوط واحد مخلوط سكر بتبيعه اي نبداك المطبخ يا ابو محمد عطف ما يغلى عليك جال ابوك في الجنة كثر خيرك طيب البخ شوي يجعلك الطرم على خشم ابشر ليش ابو عايض احنا ناخذ فوق تحت صح شاي فين ناخذ فوق تحت نعم مصدوم ايه مصدوم وش اللي مصدوم؟ مو ترك لا تشمت لا تشمت لا تشمت لا تشمت الله يخارجك من الهرجة اللي خرجتها من فمك لا تشمت ماني لا تشمت استغفر 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 قول استغفر الله قول استغفر الله استغفر الله في كل وقت لا تشمت ما ندري احنا بتوصل طايف ولا ما بتوصل ولا احنا نستفزع فواز علي حدا باقي في جدة يلحق مع الهدى ما عاد ندري استغفر 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 فيها شر انت في الرياض والله كنت طولت يا ولد ما شاء الله تبارك الله والله خلاص قديم السكري شارت لي شقه غرفتين وصاله بالله صحيح الحمد لله والله شوفك طولت يا ابو علي الحمد لله يا ابو محمد لقيت الخير في الرياض الحمد لله ونشكره والله يا بعد والله
اسمعي اخرج اخرج تعنا في الرياض يا ابو محمد. باذن الله اني بجيكم الشهر الجاي. انا بارح باذن الله مجهزين على القصيم. رحله على القصيم. طولي ومبسط وضحك وناس اربع ايام ثلاث ايام خمس ايام. جعل ابوك في الجنه والله. احنا بنجي الرياض عندنا شغل مرتبطين. خيمه ومبسط وبرق وضحك وعليكم امره. يعني مبسيك. احنا والله جايين الرياض عندنا شغل ما انا مثلك طال عمرك انت. ايه فاضي. ما شاء الله اشتغلت تخرج مع اذنيك. ها؟ ما شاء الله يا ابو محمد دقك مع جنبك خرج شغل ما شاء الله. يا ربي لك يا ربي لك الحمد. الله يوفقك الله يوفقك. ايش غادي تبعدك عنا يا ابو محمد؟ خليك حوالينا. سدد وقارب سدد وقارب كذا 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 كذا. هذا كلام مشكلته تدري وش هو؟ انت رجال مضايع. لا بدا حافظ المراجل وحافظ عمري وحافظ نفسي. ما اقول في مراجلك شيء انا بس انا اقول انت رجال ضايع. انت تطرد الكوفيهات. اما اسمعني 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 اسمعني. اذا قلت اطردك وما غيرك شو تطرد غير ما ودي نحرج. اسمعني لا جاك الرجال حافظ عمره وحافظ صلاته وحافظ اموره كلها معي. لا والله مو بضايع. اما الامور الباقيه فجعلها مع التعود يا ابو محمد. صلاتك امورك دنياك يا ولد. هذا امر مفروغ منه يا اخو. شوف العباده وبر انا جاك الرجال طول عمره السلامه مضيع سلمه ومضيع عاداته ومضيع صلاته ومضيع اموره. هذا ينقال عنه ضايع. ضايع فيش هرج. وش تضيع يا ابو محمد؟ وش تضيع اللي تقوله؟ ضايع فيش العادات التقاليد الصلاه المرجله العوايد الهروج. لا ضيح الرجف. هذا اللي قال عنه ضايع. ها يا ولد قرب المشعر. خلصت. سلم يا ولد. انت تطرد الكوفيهات. انت جيد في الكوفيهات وفي الكبسه. والله ما كبر ذا الجنب الا الكبسات والكوفيهات. لا حول ولا قوه. تحسب اني يا ابو محمد مثلك يا ابو محمد اخذ لي براد محروق وما اروح في برا ما اقول كذا. ها اما طق لي بقصيده يا اخي. احنا قلنا في 2024 الواحد يروح يتقهوى ياخذها في 16 يتقهوى يروق ما فيها اي شيء ابدا. قد القهوه زاد الكافيهات حرام على سعد علي. اختر الله سبحانه وتعالى. جعلك الطرف يا عبد اب صوتك حاد يا ولد. اشهد بالله يا ابو محمد اني مروق علي الطلاق اني مروق تربيقه كارت وزاد اروق. انا شفت وجهك البشوش يا ابو محمد ويعلم الله اني زعلت اني ما ودي انكم جيتوا موجود يا اخي. وشنو؟ ما ودك جدا. انا ماني ودي يا اخوي اسلم عليكم مشتاق لكم خوك. ما انا والله ما انا في جده. فين انتم فيه؟ ايش والله رايحين الطايف. انتم من؟ انا وعلي بن سعيد الحارثي. طيب اسمع ايوه خلاص قلنا في حزه صلاه. اسمعني يا ابو محمد سلم لي على نفسك وسلم لي على ابو سعيد وسلم لي على سالم. والله يحفظكم وتوقعوا من الخط. شوصان شوصان معك زاد ماك ما تعدنا يا ولد. قاعد قلت معي شوصان ومعي علي سعيد علي بن سعيد. الله يسامحك سلم معي شوصان بعد استحمل الواجب. بينا فيكم شوفت الله. الله يحفظ الوجيه. حياك الله يا اسلام. ودعناكم الله. يلعبوا ذا الوجه. يا اخي الفنان يا اخي الرجال رجال يا ولد. غصب عن خزي. اخواني الله يحفظ الوجه ويسر امركم ويحفظكم بحفظه. لا نقول لكم وداع لكن نلقاكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. صلوا على النبي استغفروا. تمام الله فينا فيكم شوفت الله كلمه طيبه وادعوا بالعافيه. تمام صلوا على النبي بعد. اللهم صل وسلم على رسول الله. واذكروا ان افداكم بالدعوه وفي ظهر غيبه ما انا معكم لا انا ولا سيدي محمد بس. عبد العزيز عبد العزيز حاجه بسيطه بس. ساعه ضفني وانت ايش فيك؟ الله يحفظكم ودعناكم.